السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بسام الشماع. فلكي البتاني اللي كرمه الغرب بوضع اسمه على جزء من سطح القمر، تخيلوا سطح القمر فيه أسماء مسماة بعلماء مسلمين، منهم البتاني الفلكي الشهير عرفانا بدوره تقديرا. عندنا الطبيب الإنسان المصري علي بن رضوان ونصائحه للأطباء علشان يكونوا على مستوى عالي من النظافة والرقي الإنساني عند التعامل مع المريض. وعندنا طبعا الكرة الفضية الشهيرة اللي هي الجلوب أو الكرة الأرضية اللي عملها بخريطة العالم الشريف الإدريسي الجغرافي العالمي. وماذا عن إعادة تعريف الطوسي لعلم المثلثات وكتاب الحاوي في الطب للجهبز الرازي هذا الطبيب العظيم، واسترلاب العبقرية مريم الاسترلابية لمعرفة الأوقات، وهذا جهاز معقد جدا انت تصنعه، ولكن مريم الاسترلابية كانت يعني ممتازة وفوق الممتازة في تصنيع الاسترلاب، هذه الآلة التي قيل عنها أنه سماء العالم كلها في كف يدك، وقيل عنها أيضا إن هي أحسن اختراع لحد ما وصل الكمبيوتر والإنسان إلى الكمبيوتر. الخزني في الآلات العجيبة والمخروطية وكثافة دراساته في علوم الميكانيكا والهيدروستاتيكا، أحداث وشخصيات في تاريخ الإسلام. قراءة بسام الشماع، إخراج سارة الحريرية. رمضان كريم.